الالوان دي يا بنات مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه نور ودودي. لو اول مره في القناه ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده الريفيو عن شامبو اللي انا بستخدمه. انا بستخدم شامبو جريس للشعر. بصوا يا بنات، دي الالوان او الانواع يعني اللي انا جربتها من شامبو جريس. هقول لكم كل واحد ايه مميزاته وايه عيوبه، اكتر نوع عجبني فيهم. انا جربت الذهبي وجربت الموف وكمان الاسود. اول حاجه هبتدي معاكم باللون ده، اكتر حاجه بجد عجبتني في شامبو جريس او في مجموعه جريس اللون موف. هو مكتوب عليه ان هو للشعر المجهد بشده من اثار الصبغه والتقصيف. طبعا معظمنا الصبغه مأثره على الشعر، خصوصا الطروف بتبقى مأثره جدا الصبغه عليها، لان لما بتنزل بتلاقوا الطروف بتاعتكم متدمره. عايزه اقول لكم ان اللون ده بجد من احلى الشامبوهات اللي انا جربتها، حلو جدا جدا جدا، جاب نتيجه حلوه قوي مع شعري. لو انت شعرك جاف هيجيب معاكي نتيجه حلوه، ولو شعرك برده دهني هيجيب معاكي نتيجه حلوه. عايزه اقول لكم ان معظم الشامبوهات ما بتفيدش الشعر، خلينا واقعيين، يعني اللي بيعالج الشعر الشامبو الطبي. طيب انا لو ما بستخدمش شامبو طبي استخدم ايه؟ استخدم شامبو ما يضر الشعر، يعني حتى لو مش هيديله النتيجه الفظيعه ما يضرش الشعر او ما ينشفش الشعر. عايزه اقول لكم ان الشامبو ده فعلا مش بينشف شعرك خالص، بالعكس هو بطريقه وبيسيب الشعر يحتفظ بالزيوت بتاعته وبينظفه. هو مكتوب عليه ان هو بينظف، وان هو فيه بلسم، وان هو فيه ماسك كمان بيغذي الشعر. هو فعلا بيغذي الشعر، حلو قوي، بيرطب الشعر جدا وبينظفه جدا. كمان فيه زيت الخروع، فيه زيت الجوجوبا، وفي كمان الكرياتين. برضو الكرياتين حلو جدا للشعر، بيفرد الشعر. كمان في مغنيسيوم، في حاجات كتيرة حلوة جدا، في البنسينول. البنسينول تحفة للشعر، انا بجيب كريم البنسينول وبدهنه على شعري، حلو جدا. كمان الشامبو ده نسبة الصوديوم فيه مش عالية، فمش هيضر شعرك، لان نسبة الصوديوم لما بتبقى عالية بتضر الشعر. في مغنيسيوم، في حاجات كتيرة حلوة فعلا، وانتي هتحسي ده وانتي بتستخدميه. ريحته كمان مميزة جدا وحلوة جدا وبتثبت في الشعر، ودي من الحاجات اللي بتعجبني قوي فيه. اخر حاجة هقول لكم عليها ان هو مكتوب عليه ان هو بيحمي وبيعيد بناء الشعر. هو فعلا لو شعرك مقصف او تالف او بيتساقط هو بيعيد بنائه وبيعمل حماية حلوة جدا جدا. ده اللون الثاني معاكم الاسود. كمان في ميزة زيادة ان هو عاملينه للمحجبات، عشان طبعا الشعر لما بيتغطى لفترة طويلة بيتأثر وكده، فهم عاملينه بميزة زيادة ان هو مناسب لشعر المحجبات. اقول لكم بقى على حاجة، يعني ما تجروش ورا الشامبوهات اللي يقولوا ده بالكرياتين، ده بيفرد الشعر، ده بيعمل. مفيش شامبو بيخلي الشعر ان هو حرير او ان هو بيفرده، زي مثلا كانك عامله فرد بروتين او الكرياتين او الحاجات من دي، ده مش موجود. انتي بتدوري على الشامبو اللي بيخلي شعرك يحتفظ بالزيوت بتاعته، بيخليه في نسبة ترطيب، بيحافظ على شعرك من التساقط. بتقدري ان انتي تسلكي شعرك لو شعرك تالف او اللي هو بيلبد بسهولة، تقدري ان انتي تسلكيه ويبقى مفيش تساقط، مفيش تلف في الشعر، في تغذية، في ترطيب، في طراوة في الشعر، ان انتي شعرك يبقى طري، ميبقاش ناشف قوي، كأنك غسلاه بصابونة والصابونة دي وقفته ومبوظاه وكده. فانت ده اللي انت هتدوري عليه. بقى شامبو فيه نسبه زيوت كويسه بتحافظ على الشعر، انما ان انت تشوفي مثلا اعلان ان الشامبو ده بالكرياتين فتروحي تجيبي على اساس ان هو يفرد شعرك، مفيش كلام من ده، عشان تبقوا برضو عارفين. فدي الحاجات اللي انت ممكن تجيبيها لو شعرك فيه مشكله جامده. الشامبوهات بقى اللي هي الطبيه هتلجئي لها. الاسود من الحاجات الحلوه قوي في الليس، لانه فعلا عجبني. فعلا هو مكتوب عليه ان هو ريفرش، يعني بيخلي الشعر على طول
منتعش كده وبيخلي فيه طراوة في شعرك. يعني انا عايزة اقولكم ان هو مش بعيد عن ده بصراحة، يعني خلينا ايه واقعيين، هو نفس ده قريب منه جدا. برضو حلو قوي للشعر، بينظفه. ممكن يكون يعني نسبة الترطيب في ده اعلى شوية، لان هو معمول عشان المحجبات، الشعر لما بيبقى متغطي الفترة بيبقى مكتوم، فهم عاملين في تقنية شوية ان هو يساعد على الطراوة بتاعت شعرك اكتر، شعرك يتنفس اكتر، فهو مش بعيد عنه فعلا. حلو قوي للشعر، بيقلل التساقط، لان لو انت استخدمتي الياف صناعية كتيرة في طرح او كده على شعرك، دي بتخلي الشعر يبقى يعني معرض ان هو يتساقط. فالافضل ان انت تحطي بندانة الاول قطن، زي اللي انا كنت عملتها معاكم في فيديو قبل كده وانا بعمل لفات طرح، حطيت الاول البندانة القطن، دي بتخلي الشعر يتنفس ما يبقاش مكتوم قوي. للبنات اللي بتنزل الجامعة او الدروس او كده، فهم بيفضلوا فترة طويلة شعرهم مكتوم، فبقى معرض ان هو يتساقط، او كمان ممكن يربي قشرة، ده برضو بينظف الشعر جدا. ممكن يعني ما تحتاجيش لو انت القشرة بتاعتك هي الخفيفة الطياري دي، ممكن ما تحتاجيش انت تستخدمي معاه شامبو القشرة، تستخدميه لوحده هينظف فعلا شعرك. طبعا اي شامبو حتى لو هو حلو ما ينفعش انت تستخدميه كل يوم، هو مكتوب عليه ان هو الاستعمال يومي، انت بتستخدميه يعني كفايه ان انت تغسلي شعرك من مرتين لثلاثه في الاسبوع مش اكتر. لو شعرك طبعا دهني يبقى خليه 3 مرات، لو جاف خليه مرتين. زي ما اقول لكم على اخر نوع معايا، عايزه الفت نظركم لحاجه، الشامبو بليس في كمان منه بلسم، بس انت لما بتستخدميه مش هتلاقي ان انت محتاجه ان انت تستخدمي البلسم، لان هو بيرطب الشعر قوي وبيطر الشعر، فممكن ما تحتاجيش ان انت تستخدمي البلسم. يعني انا بكتفي ان انا بستخدمه لوحده، بس لو انت حابة ان انت تجيبي البلسم بتاعه، انا جربت قبل كده البلسم بتاعه كان حلو جدا، فمفيش مشكلة ان انت تجيبيه وتستخدميه، ولو استخدمتيه برضو لوحده هيديكي نتيجة حلوة قوي. الذهبي في بنات كتير او ناس كتير جربته عجبهم جدا، هو حلو ومش وحش، بس انا حسيت ان هو اضعفهم، مش عارفه ده معايا انا بس ولا ايه، ممكن يكون مع الشعر الجاف، انا شعري جاف فحسيت ان هو يعني ما ادالوش الطراوه اللي انا لقيتها مع الاسود او مع الموف، انا بحب الموف جدا، ما حسيتوش تقيل كده زيهم، او بيغلف الشعرايه او بيديها نسبه رطوبه او بيخليها تبقى في، وانا بسرحها تبقى اسهل، الطروف كمان بتاعته المجهده ما حسيتش ان هو بيعالجها زي التانيين بصراحه، فيعني ما حبيتش الذهبي قوي فيه. هو مكتوب عليه ان هو اصلاح عميق وحمايه من التكسير للشعر المجهد للغايه والضعيف. بصراحة حلو مش وحش، ما بيضرش الشعر، بس ما حسيتش بالنتيجة اللي انا حسيتها مع التانيين. برضو ريحته حلوة جدا، انا بحب الشامبوات اللي ريحتها حلوة، ريحتهم اصلا قريبة من بعض قوي. من احلى مميزات شامبو بيس بجد ان هو ما بيوقعش الشعر، بالعكس هو بيحافظ على الشعر من التساقط فعلا، دي من الحاجات الحقيقية اللي فيه جدا. كمان بيحافظ على طراوة الشعر ومعومته، ما بينشفش الشعر، لان في شامبوهات كتيرة قوي او اغلب الشامبوهات اللي انا استخدمتها كانت بتنشف الشعر. بالنسبة لسعره هو 48، فسعره في المعقول مش غالي حلو. عايزة اقول لكم اللي جرب الوان تانية في شامبو بليس يقول لي فيه لسه الابيض والمتالي الازرق الفاتح، اللي جربوه يقول لي رأيي فيه في كومنت، وجربوه هيعجبكم بجد، هو من الشامبوهات اللي عجبتني جدا. لو في برضو انواع تانية جربتوها وشايفين ان هي حلوة سيبولي برضو كومنت. كمان تقدروا تشتركوا في جروب نور ودودي على الفيسبوك، والبيدج كمان نور ودودي على الفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع تحيات نور ودودي.